بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الفيديو ده بعد ما سجلته اكتشفت إن أنا مركب السماعة غلط. لك أن تتخيل إن بعد ما خلصت هعيد كل اللي عملته تاني. بس فداك يا بطل، نعيد من الأول تاني كأن إحنا مقلناش. بص يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال، أولا القاعدة دي اللي هي اسمها compound adjectives، اللي هي الصفات الإيه؟ المركبة. كلمة compound يعني مركب. القاعدة دي يا مستر هي قاعدة الوحدة 11، الدرس الأول والتاني. طبعا اللي أنا قلته إن إحنا خلصنا الكلمات كلها، وفي فيديو شرح للقاعدة نزل، وده فيديو الحل، يعني ده تالت فيديو في الوحدة 11. أول سؤال معانا يا شباب بيقول لي Do you think French is not all over Africa؟ قبل ما أحل الجملة دي بس عشان في حالة من اللغط والغلط واللخبطة هتظهر دلوقتي قدامنا. احنا في اللغة الانجليزية عندنا سياقين، في الفورمال اللي هو اللغة الانجليزية الرسمية، وفي الان فورمال اللي هو اللغة الانجليزية الغير رسمية. تمام؟ طيب اول حاجة كده، الفورمال ده زي ما اتفقنا بالعربي كده يعني رسمي. طب ان فورمال يعني غير رسمي، من الاخر كده لغة الشارع يعني. طيب هكتب لك جملتين عشان اقول لك الفكرة اللي انا عايز احكي لك عنها. ان احنا بنقول مثلا a widely spoken language، مثلا language، ونيجي هنا برضو نقول a widely spoken language. طيب معناها ايه دي؟ معناها لغة يتم التحدث بها على نطاق واسع. الراجل بيقول لك ان في اللغة الرسمية لو انا عندي صفة مركبة، ركز في الكلام، صفة مركبة زي widely spoken، صفة مركبة زي دي كده اخرها ال واي، في الحاله دي ما نستخدمش هايفن سواء بعدها اسم او من غير اسم. اقول تاني، لو انا عندي في اللغه الرسميه، لو انا عندي صفه مركبه بتبدا بظرف اخره ال واي، في الحاله دي ما نستخدمش هايفن سواء في اسم بعدها او من غير اسم، يعني دي كده مظبوط. طيب وبيقول لك برضو في اللغه الانجليزيه الغير رسميه اللي هي لغه الشارع يعني، لو انا عندي ظرف اخره ال واي، او بلاش اقولها لك بالطريقه دي، ما دام انا عندي صفه مركبة وجبنا بعديها اسم لازم نستخدم الهايفن. ده امتى؟ في اللغة الغير رسمية. اقول الكلمتين دول تاني معلش استحملني. في اللغة الرسمية بيقول لك ان انت لو عندك صفة مركبة بتبدأ بظرف اخره اللي واي، ما بنستخدمش هايفن سواء اسم بعده او من غير اسم، ده في الرسمي. طب في الغير رسمي، الراجل قال لك بص ما تشغلنيش معاك، ما دام عندك صفة مركبة يا ابني جبت لي بعدها اسم استخدم. هنا في الحتة ديت في الانفورمال لازم نستخدم الهايفن، يعني انا كده كده في الحته دي لازم استخدم له ايه؟ هايفن. طيب مستر، هو انا بدرس فورمال ولا انفورمال؟ هكتبها بالعربي، بندرس فورمال يا جدعان اقسم بالله. طب انت بتقرفنا في عيشتنا ليه بتحكي لنا الحوارات دي؟ احنا فاضيين لك. لا ما هو انت مش فاضيلي، بس عايزك تعرف ان الصيغه الانفورمال ده اللي فيها هايفن دي جت في كتاب الورك بوك والكتاب الستودنت بوك. حتى الراجل في كتاب المعاصر كاتب لك الكلام ده، موجود في صفحة كام وصفحة كام، خليني اقولهم لك صفحة كام وصفحة كام كده لاني كاتبهم لك ومجهزهم. يعني موجودة في الورك بوك في صفحة 32، في الستودنت بوك في صفحة 82، دور عليهم هتلاقي دي ودي موجودة، وهم الاثنين موجودين بالفعل. طيب السؤال بقى، انا همشي على مين في الاثنين دول؟ بداية ما دام الموضوع فيه لغط وغلط ما ينفعش يجيب حاجة في امتحان زي كده. طب لو جابها فهتضطر غصب عنه يحسب لك الاثنين صح. طيب وانا بحل دلوقتي برضه هنقف على كل جمله واقول لك هي دي تنفع، هي رسمي ولا مش رسمي وكده. طب السؤال الاولاني بيقول لك Do you think French is not all over Africa؟ يعني هل تعتقد ان الفرنسيه بيتم التحدث بها على نطاق واسع في كل افريقيا؟ والله يا مستر دي بره ودي بره، لاني حافظ ان يتم التحدث بها على نطاق واسع widely spoken widely spoken. دي فيها يا ابني اخرها ال واي، ودي برده اخرها ال واي. في في الرسمي مش هنعمل هايفن، في الغير رسمي هنعمل هايفن. بس ده امتى يا حاج؟ لو بعديها اسم. ودي امتى يا عم؟ لو بعديها اسم. انت هنا في الجمله اصلا عندك اسم؟ لا. امال الاسم يبقى ازاي؟ widely spoken مثلا language مثلا على سبيل المثال، هو ما جابلكش اسم، فانت ما تدخلش نفسك بقى في متاهه هو في اسم ولا متاهه هايفن ولا مش هايفن. ما فيش اسم فانت كده كده بكل الطرق مختار سي، شكرا، لان اصلا ما فيش اسم. عارف لو في اسم بعديها كنت هقول لك سي ودي الاثنين ينفعوا، وانا شخصيا ميال اللي جابها نصا في كتاب المدرسه اللي فيها هايفن. طب الجمله الثانيه بقول لك it is a not fact، fact يعني حقيقه، ده اسم،
معنى كده ان انا هستخدم صفة مركبة وهستخدم فيها هايفن. تمام. طيب انت بتقول بقى الصفة المركبة عند مين؟ وايدلي سبيك، وايدلي نوينج، دي معناها نوينج يعني عارف. احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نقول انها حقيقة معروفة، يبقى ويل نون او ويل نون. في اس يبقى ناخد اللي فيها هايفن. شكرا، الموضوع انتهى. الجملة اللي بعدها رقم ثلاثة، ايه من دول از نوت، ركز لي على نوت معمولة كابيتال ازاي. ايه من دول مش صفة مركبة؟ هو ايه تعريف الصفة المركبة؟ الصفة المركبة يعني صفة بتتكون من كلمة زائد كلمة، من الآخر يعني ديكلير واضح وكات يقطع، يبقى دي صفة مركبة. ديب يعني راسخ، وسيتد يعني أجلس يعني كلمتين، يبقى مركبة. طب اولد قديم، وفاشن يعني على الموضة، صفة مركبة. طب مالتي كالتشرال، دي مش صفة مركبة. ليه يا مستر؟ ما هي مالتي وكالتشرال. ما هو كلمة مالتي يا حبيبي مش كلمة، ده مقطع، يبقى دي بره اللعبة. طيب الكلمة السؤال بعد كده، دكتور زويل از ا وورلد نوت ساينتست. دكتور زويل هو عالم معروف عالميا. والله ساينتست يعني عالم، عالم معروف، فانت عندك صفة وبعدين اسم، يبقى انت عايز هايفن. هفكر في دي وفكر في دي. الصفة اسمها وورلد فيموس يعني مشهور او معروف عالميا، يبقى دي صح، لكن دي شهرة. عبد الرحمن از ماي نوت سان. هنا بقى هنيجي هنا شوية كده عشان اقول لك على حاجة، عايزك تركز في السياق ده. اول واحدة لما اقول لك علي از a 7 year old boy مثلا، او خلينا نقول son عشان يبقى يعني ابن لن يبلغ من العمر كذا يعني. دي جملة عايزك تركز في حاجة، وعايزك ما تفتكرش ان دي هايفنات يعني، ديت كده هفوات قلمية يعني. عايزك تركز ان انت عندك اوان، وبعدين الصفة المركبة، وبعدين الاسم. رقم واحد، ممنوع نجمع ما دام عندك ايه، مادام في ايه ممنوع نجمع. رقم اتنين، ممنوع نستخدم الابوستروفي، ولا الابوستروفي اس مادام في او ان. رقم تلاتة، اوعى تلزق الصفة في الاسم. يعني ايه؟ اوعى القلم يخدعك وتروح انت عامل لي كمان هايفن. ما احنا بقى عملنا هايفنين اهو، هايفن اهي وهايفن اهي وكمان هايفن. لا يا حبيبي، الهايفن فقط بين اجزاء الصفه، ما تطلعش بره الموضوع خالص، ما تسرحش بخيالك وتقضيها هيافن كده وانت ماشي، لانك لو عملت هايفن هنا يبقى غلط. طيب يبقى انا عندي صفه مركبه اجزائها بينها وبين بعضها هايفن، كلام جميل، الاخر ما نعملش هايفن. ده رقم واحد. ممكن نعبر عن نفس الجمله دي بطريقه تانية. انت قلت لي علي از ا 7 يير اولد سن، ممكن تشيل الا دي وتحط مكانها حاجه تانية. اه ممكن اقول لك ماي عبد الرحمن او علي هو ابني الذي يبلغ من العمر 7 سنوات. المهم ان في هنا ايه او ماي، ما هو مش هينفع نقول ماي ايه. طيب الطريقه الثانيه، انت ممكن تقول علي از 7 years old. دي معناها ايه؟ معناها ان علي يكون في السابعه من عمره، 7 years old. ما هو 7 جمع، فعشان كده قلنا years. طب لو عدد عنده سنه واحده هروح انا قايل ايه بقى؟ هقول لك علي از 1 year old. خد بالك انت ممكن تعملها كده، او ممكن تقول لي علي is a 1 year old boy. بص انت بقى كده، انت عندك كام هايفن؟ عندك ادي هايفن اهي عشان دي صفة مركبة بتوصف مين؟ الولد. اجزاء الصفة المركبة بينها وبين بعضها هايفن. طب انت يا مستر ما ضفتش الاس هنا عشان 1؟ لا، عشان انا قلت لك اه وبعدين صفة، والصفة في الإنجليزي لا تجمع. يعني أنا ممكن أشيل دي كده وأحط مكانها 1 year old. طب ما أنت ما ضفتش إس تاني، ما عشان 1 مفرد يا حاج، ما هو دي لو 2 كنا قلنا 2 years. طيب ارجع بقى لجملتك، أنت بتقول عبد الرحمن إز ماي اللي مكان آ، يبقى أنت عايز صفة مركبة وأدي الاسم. صفة مركبة يعني فيها هايفنز، اللي فيها هايفن دي نفكر فيها، ما نفكرش في دي خالص. ودي طبعًا فيها هايفنز، بس إزاي جايب لي إس الصفة لا تجمع، فانت مستبعد دي خالص. ودي 5 years old، ماشي. ما انا ممكن اقول لك عبد الرحمن عنده 5 سنوات وتبقى تعمل دي، شيل ماي وشيل سن وقول عبد الرحمن از 5 years old زي ما هو عمل كده. عبد الرحمن ماي سن از، هتقول 5 years old هنا صح تمام. لكن اللي قبلها بقى دي بره اللعبه، لان جايب لي بعدها اسم، معنى كده ان دي صفه. ما هو انت عايز صفه وبعدين اسم، دي مش صفه، بدليل انها مش انها جايبها جمع. اذا الاجابه الوحيده الصح هنا 5 year old. الجملة اللي بعدها عشان ما يكونش احنا كروتنا، انت بتقول عبد الرحمن ماي سن، عبد الرحمن ابني يبلغ من العمر 5 سنوات، يبقى از وبعدين 5 years old. طب ده رقم 6.
رقم 7 بقى بيقول لك I have I had a، ما دام في او ان يبقى انت عايز صفة مركبة اهي، اللي دايما كده كده الصفة المركبة بتكون مفرد، ما فيش صفة مركبة جمع. ثانيا انت قايل لي ما دام في a ممنوع الابوستروفي ممنوع الاس، ممنوع الابوستروفي ممنوع الاس، يبقى انت ما فيش غير واحدة بس اللي قدامك صح، هي دي، خدها في حضنك كده ودي الإجابة. I had a holiday for 5 ايه بقى؟ انا قضيت اجازة لمدة 5 ايام، يبقى I had a holiday for 5 انت بتقول لي 5 ايام يعني جمع، اذا انت عايز اسم جمع اللي هو days. برضو في ملحوظة عايزك تعرفها عشان دي مهمة، بص معايا. رقم 1 انت ممكن تقول لي holiday يعني اجازة لمدتي، ما دام في لمدتي يبقى هتروح قايل لي 5 وبعدين days اسم جمع عادي، يعني دي مش صفة مركبة. الحاجة التانية ممكن تقول لي five day holiday اللي معناها برضو اجازة لمدة 5 ايام، او ممكن تروح قايل لي 5 days وبعدين ابوستروفي holy day. انت عندك كام واحدة كده؟ 3، ادي واحدة ادي التانية ادي التالتة. ركز لي بس في حتة ايه، انت عملت الابوستروفي هنا بعد الاس ليه؟ ما عشان ده جمع، لو انت قلت لي 1 كنت هتقول لي 1 day وبعدين ابوستروف اس يعني 1 days holy day. ان كان الاسم مفرد نعمل ابوستروف اس، ان كان الاسم جمع فنعمل ابوستروف بس، التلاتة دول بيساووا بعض. ارجع تاني كده لجملتك الجامده دي، فانت خدت لي مين؟ days اهي. I have a middle، اسم مصطلح اسمه middle aged، الصفه اسمها كده وبعدها اسم، فانا عايز هايفن، يبقى انا عايز الهايفن واجد اللي هي دي. رقم 10 بيقول لك when someone is has a strong will، لما الشخص يكون لديه إرادة قوية، ده معناها إن هو بيكون قوي الإرادة اللي اسمها strong willed، فدي بره لأن دي إرادة قوية اسم ودي إرادة قوية اسم. يا ترى نعمل اللي من غير هايفن ولا اللي فيها هايفن؟ قال لك يا باشا إن كلمة strong willed من الصفات المركبة اللي إحنا دايما بنعمل فيها هايفن حتى لو بعدها اسم أو من غير اسم. يبقى تاني كده strong willed من الصفات المركبة اللي إحنا كده كده بنستخدم معها هايفن سواء بعدها اسم أو من غير اسم، يبقى انا معايا سترونج ويلد. ابرزهم سترونج ويلد وريديوكيتد شورت سايتد ولونج سايتد ديب سيتد، الناس اللي انت اكيد حفظتهم من الكتاب. الكلام ده انت تحفظه، ان سترونج ويلد صفه مركبه لازم بعدها لازم فيها هايفن سواء في اسم او بدون اسم، يبقى كده اكتب لك عليها لازم. طب الجمله الثانيه وين سموان هذا سترونج ويل وي سي هي شي از ا، ما دام في اسم او من غير اسم كده كده سترونج ويلد فيها هايفن، يبقى كده انت في رقم 9 خدنا ايه وفي رقم 10 برضو خدنا ايه، عشان هما كده كده strong willed فيها هايفن. when someone can't see لما الشخص ما يشوفش الاشياء القريبة منه، احنا بنقول ان الشخص ده عنده اللي هو طويل النظر او بعيد النظر، اسمه عنده بعد نظر، مرض كده اسمه بعد نظر. بعد نظر ده اللي هو اسمه ايه long، انه الشخص نسميه long sighted. طب في هايفن ولا من غير هايفن؟ لازم هايفن سواء في بعدها او من غير، عشان الصفات دي من الصفات اللي لازم نعمل فيها هايفن. اقول تاني strong willed long sighted well educated smoke free، الناس دي كده كده فيها هايفن سواء في اسم او من غير اسم. انا عارف انها صعبه في الحفظ بس مطالب تحفظها. لما يشوف لما الشخص ما يكونش بيشوف كويس، انا عايز بس اكد لك في الجملتين دول و10 و11 حاجه واحده، ان long sighted ان strong willed كده كده فيها هايفن، طيب وان long sighted كده كده فيها هايفن، من غير اسم في هايفن برضه، طب هنا في اسم برضه في هايفن برضه اللي هي دي. طيب رقم 14 بيقول لك مستر اشرف از ان وات مان، بيقول لك المستر اشرف ده رجل حسن المظهر، فانت كده كده في اسم قدامك، فمن غير كلام هتروح انت قايل جود لوكينج. طب اشمعنى جود لوكينج؟ مفيش حاجه اسمها ويل لوك، الصيغه جود لوكينج يعني حسن المنظر حسن المظهر، فكده كده انت عايز هايفن. طيب عايز اضيف لك حاجه كمان خلبوصه كده، ان جود لوكينج زي لونج سايتد اللي كانت قبلها دي زي سترونج ويلد، الناس دي كده كده معانا فيها هايفن. فانا هنا برضو في رقم 15 مستر اشرف از مفيش اسم بعديه، مفيش اسم، بس انا كده كده هاخد برضو جود لوكينج. يبقى عايزك تفهم ان الصفات دي، لا مش عايزك تفهم، ما فيهاش فهم خالص والله، عايزك تحفظ ان الصفات دي كده كده فيها هايفن سواء في اسم او من غير اسم، صفات محدده زي ما اتفقنا. طيب بقول لك بعد كده اسماء از ا جرين نوت جيرل، اسماء تكون فتاه خضراء العين، خضراء العين دي صفه تمام، هي اسمها جرين ايد حلو، جاب لي بعدها اسم فانا عايز هايفن ادي اهي. طب اسماء از دي ممكن نفسرها بتفسيرين، ممكن نقول اسماء از وممكن نقولها اسماء هاز، ما هو الابوستروف از دي اتنين،
لو قلنا is يبقى هنقول اسماء is green eyed, green eyed. طب لو قلنا has هنقول has green eyes. حلو الكلام. هو يا مستر انا في دي, في دي هعمل هايفن؟ لا مش هعمل هايفن لان مفيش اسم بعدها, فانا عايز green eyed. فانا اقول لك اسماء is green eyed. في الحاله دي كده احنا ترجمنا الاز الابوستروف اس على انها از. طيب وممكن نقول بقى بدل ما نقول از نقولها هاز. في الحاله دي تبقى green eyes, يعني اسماء تمتلك عيونا خضراء. فهناخد كمان eyes, بس لو خدنا eyes احنا كده فسرنا الابوستروف اس على انها هاز. يبقى كده يا باشا بي ان سي. تاني اسماء از دي هتبقى اسماء از green eyed, او اسماء از دي تبقى اسماء هاز green eyes. طيب بعد كده 18 هي بوت a second, المستعمل يعني سيارة مستعملة اسمها second hand. طيب في بعدها اسم, يبقى نعمل الأولانية, ما هو هايفن اهي قدامك, شكرا يعني. طيب مستر مستر محمد is a not respected teacher. هنيجي عند 19 دي وندخل بقى في اللغط. دي الأولانية دي صح اللي هي هايلي. ليه هايلي صح؟ لو احنا حسبناها بالفورمال, فورمال. طيب الهايلي صح اللي اخرها فيها هايفن لو حسبناها بالان فورمال, اقسم بالله الاثنين صح, ما حد يقدر يقول لك عليهم غلط. بس انا شخصيا ميال لدي, ما دام الراجل قال في كتاب المدرسه ان الصفه المركبه اللي بعدها اسم نحط لها هايفن سواء اخرها ال واي او من غير ال واي, كلام كده مات قتل بحثا, فهنختار دي الادق والاصح. وانا شخصيا شايف ان احنا نستبعد دي مع ان دي الفورمال, بس ما دام الراجل اقر دي في الكتاب او في كتاب المدرسه طبعا يعني, فدي اللي صح. طيب رقم 20 as a teacher كمعلم مستر محمد is not respected كمعلم. فالمستر محمد ده راجل محترم جدا, ما فيش اسم بعديها الله يخرب بيت كده, فناخد هايلي عشان اصلا ما فيش اسم بعديها, فاحنا كده كده مش محتاجين هايفنات. ورداينا از, ورداينا بتكون متعلمه تعليم جيد اللي هي اسمها well educated. طب يا مستر ما فيش اسم؟ ايوه ما هو well educated زي long sighted زي ويل او زي سترونج ويلد, الحاجات دي كلها فيها هايفن سواء بعدها اسم او من غير اسم, ونكتب جنبها كده لازم نعمل هايفن يعني. 22 رينا از انوت يونج ليدي, كده كده هاخد ويل ادوكيتد. ويل ادوكيتد معناها متعلمه تعليم جيد, خد بالك. امال امتى ناخد جود ادوكيتد؟ مفيش حاجه اسمها جود ادوكيتد خالص, بره اللعبه. رينفورس از نيفر از ا نيفر نوت سورس اوف اكسجين, المصطلح اسمه نيفر اندنج. never ending يعني لا نهاية له, في بعدها اس ادي يا باشا اللي فيها هايفن. سما is a left handed little girl, ادي اس يبقى صفة مركبة فيها هايفن, ادي handed. طب مش handing؟ لا ما هو انت حافظ left handed يعني يساري اليد يعني اشول يعني. دايما اعضاء جسم الانسان بيجوا تصفة كده, يقول لك left handed green eyed كده يعني, red haired يعني شعره احمر. Egypt is an Arabic not country, مصر دولة متحدثة باللغة العربية. يبقى Arabic speaking ودي اس وانت عايز صفة وبعدين اس يبقى صفة مركبة, يبقى ناخد رقم بي. speaking المصطلح اسمه Arabic, speaking معناها دولة متحدثة باللغة العربية, في هايفن عشان في بعدها اسم اهو. طب you can't smoke in this carriage, ما ينفعش تدخن في المكان ده, المكان ده خالي من التدخين, smoke free كده كده فيها هايفن فناخد دي. طب 27 بيقول لك I am traveling abroad in two not time, قلت لك قبل كده كلمة time وتعبيرات المسافات اللي هو drive والناس تقول كده كده بعمل قبلهم يا أبوستروف اس يا إما أبوستروف, على حسب. أبوستروف اس لو الاسم مفرد, أبوستروف بس لو الاسم جمع لأن آخره اس. طيب فكده كده دي بره ودي بره لأن مفهومش أبوستروفي. أبوستروف اس أهي, يبقى ده لو كان اللي قبلها مفرد, دي لو كان اللي قبلها جمع, هو اللي قبلها هنا تو جمع يبقى ناخد دي. طب اللي بعد كده It's only not from here to Alexandria, بيقول لك الموضوع فقط ساعتين قيادة من هنا للإسكندرية. بص يا باشا دي A two hour وبعدين drive, لا ركز ان two hour دي الصفة المركبة ودرايف ده الاسم, في خطأ هنا ارتكب. ايه هو الخطأ اللي ارتكب؟ ان الراجل لزق لك الاسم في الصفة فده كده باظت, وبناء عليه A and B كده مش بره, مش اختيار معانا. باقي معاك two hour drive, طب ما هي دي صح؟ اه صح, بس لما يكون قبلها a to our drive كانت نفعت, مفيش a مشيت كده هي كمان بره اللعبه لان دي صفه مركبه وبعدها اسم فانا كنت عايز a فدي بره. اذا الاجابه اصبحت هي دي.
2 hours drive. يبقى انا كده ممكن اختار حاجتين, 2 hours drive او a 2 hour, وبعدين drive ملهاش علاقه بالموضوع لان ده اسم ودي الصفه, انت ما تلزقهمش في بعضهم. I will join you in an a time. انا سالتحق بك, سانضم اليك في وقت او مده زمنيه مقدارها ساعه. في تايم فانا اقول تاني ابوستروف اس مع المفرد, او ان هو يكون اخره اس نعمل ابوستروفي مع الجمع. دي بره لاني اصلا ما فيش ابوستروفي. دي هنفكر فيها, دي هنفكر فيها, دي بره التفكير خالص. ليه؟ لان الاسم الجمع اللي اخره اس بنضيف له ابوستروفي فقط, فده اسم جمع اخره اس. ضفت له انت ابوستروف اس يبقى انت بتهبد. اذا يا باشا ما عادش معاك غير دي او دي. هنشوف دي مع الجمع وابوستروف اس مع المفرد. هو ان يعني واحد, يبقى دي اللي صح. امال لو كانت تو كنا خدنا اللي اخرها ابوستروفي بعد الاس. مستر بليف نوت اباوت ذا نيو تشينجز هي هاز نو اوبجكشن. بقول لك الراجل ما عندوش اي اعتراض. معنى كده ان هو نارو مايندد يعني ضيق الافق, انسان ترباس يعني, والاوبن مايندد يعني واسع الافق. فانا بقول لك المستر بليف ده راجل واسع الافق, متقبل, ما عندوش اي اعتراض. تايت فيستد ده اللي هو الراجل البخيل اللي مش بينفق. والانفورمد يعني عارف او عالم. اللي بعد كده رقم 31. يو وير كوت, انت قبض عليك ايه؟ اتنين من الناس شافوك وانت بتسرق الفلوس, يبقى انت قبض عليك متلبس بالجريمه اللي هي اسمها ريد هاندد. ابسنت مايندد يعني غائب الذهن, ما كانش مركز يعني. نارو مايندد يعني افقه ضيق, عيل دماغه ناشفه. open minded يعني واسع الافق, بيفهم يعني, او متفتح زي ما احنا عارفين. ولك one should be tolerant, لابد ان يكون الانسان ان يكون متسامحا, of other culture, للثقافات الاخرى. they should be, لازم الانسان يبقى متفتح ومتقبل للثقافات التانية, يبقى انسان open minded كده يعني. شو لك انا open, هي دي. I didn't answer, ما جاوبتش على السؤال بتاع المستر محمد, اصلي انا كنت شارد الذهن, اللي اسمها absent minded يعني شارد الذهن. الصفحة دي معتمدة على حفظك للصفات المركبة بمعانيها. لا تتوقع منه ان يدفع للوجبة, ده هو عيل بخيل, اللي هي اسمها tight fisted اللي معناها بخيل. open minded معناها متفتح او واسع الافق. narrow minded معناها مغلق يعني انسان كده مش متفتح. well informed يعني informed يعني عارف او على علم. to be a TV presenter, عشان تبقى مقدم في برامج التلفزيون لازم تكون انسان well informed كده, عندك معرفة. The report is, التقرير بيكون bad writing, لا التقرير بيكون مكتوب بشكل سيء اللي اسمها badly, وبعدين البسط بارتسب اللي هو written. فدي بره ودي بره, خد بالك دي bad writing ودي bad written, فتبقى badly. باقي معاك badly written وباقي معاك كمان badly written. والله يا مستر انا ما عنديش اسم بعديها, يبقى ناخد دي, ولو في اسم كنا خدنا دي. طيب it is a not report, انه تقرير مكتوب بشكل سيء. انا عندي صفة مركبه بعدها اسم, يبقى انا عايز هايفن على طول, يبقى انت بره وانت بره لان صفه اسمها بادلي ريتن. هرجع احكي لك القصه اللي غصب عني ويؤسفني ان احكيها لك. في هايفن يبقى ده انفورمال, مفيش هايفن يبقى ده فورمال. الاثنين صح يا جدعان اقسم بالله, بس احنا طبعا بما انه جاب في كتاب الورك بوك والستودنت بوك ده فهنؤمن احنا بدي, واحنا مسكتين ومسلمين نفسنا للامرنا لله. طيب بعد كده هتسالني يا مستر هو لو جالي سؤال في الامتحان زي كده نعمل ايه؟ لو جالك سؤال زي كده في الامتحان يا حبيبي الغالي ما تقلقش, هتتحسب دي صح وهتحسب دي صح في الاخر في التصحيح, وهتاخد الدرجه ويبقى ده رزقك, خدت لك درجه ببلاش. I trust this young man as he is not looking, انا بثق في ذلك الرجل لان هو حسن المظهر او طيب المظهر, شكله طيب يعني, اللي هو اسمه friendly looking. طيب ادي friendly looking وادي friendly looking, ناخد مين بقى؟ قاعده بتقول لك ان friendly looking من الصفات اللي كده كده بعمل فيها هايفن سواء بعدها اس او من غير اسم, فاحنا عملنا اللي فيها هايفن. وحتى لو ما فيش اسم يعمل هايفن كده كده, الصفه دي من الصفات اللي لازم نعمل فيها هايفن. I trust this not looking man, كده كده برضو هناخد friendly زي ما اتفقنا, عشان friendly looking من الصفات اللي كده كده بنعمل معاها هايفن زي strong willed اللي انت فاكرها. My school tablet is up to date, طيب هنا بقى هنختار A وهنختار C. طب يا مستر مش انت قلت او مش هو موجود في الكتاب بيقول لك ان اب تو ديت من الصفات اللي بنعمل فيها هايفن تجنبا للبس؟ بصراحه وانا بحل السؤال ده شكيت فيها, فروحت فين يا جدعان؟ ما رجعنا الاول والاخير والاستاذ بتاعنا معالي الاستاذ الدكتور في الموضوع على بس كده كده
من معالي الاستاذ الدكتور في موضوع القاموس. القاموس ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه لونج مان اهو. تطلع يا ابني عليه كده فوق. استنى ثانية يا شباب، ثانية يا شباب، معذرة. القاموس ده اللي هو اسمه لونج مان. مين لونج مان دي؟ دي جهة الطبع والنشر اللي مؤلفة كتابك الجميل اللي بتدرسه. جايبين لك اب تو ديت اهي. بص على الحتة اللي بعدها، الراجل بيقول لك ايه؟ also up to date، يعني سواء فيها هايفن او من غير هايفن صح. كمان واحدة اهي، ادي واحدة بالهايفن وادي واحدة كمان up to date بالهايفن من غير هايفن. فانا عايزك تفهم كده ان الاتنين صح، بس انا ما حبيتش اقول لك الاتنين صح كده بلطجة، لازم اجيب لك يعني حاجة تثبت لك عشان تطمنك وتطمن قلبك على حاجة زي كده. نرجع بس مع كده للمكان اللي كنا فيه. اه يبقى up to date يا مستر اللي من غير هايفن، واب تو ديت اللي فيها هايفن، ايه وسيله من صح. حلو الكلام. طيب رقم 41، الراجل بيقول لك رحمه از 15 ييرز اولد. حلو، رحمه عندها 15 سنه، ده معناها ان شي از، ان رحمه از 15 يير اولد. لا، ما دام انت ما عملتش اه ولا ان ولا جبت بعدها اسم، يعني دي مش صفه مركبه، فالمفروض كنت تقولي 15 ييرز، يعني كده روحي انت. طيب اللي بعدها رحمة is 15 year old. ايوه ماشي تمام، صفة مركبة. فين الاسم وفين الـ a؟ فنقول لك a 15 year old وبعدين girl، فدي بره بعد اذنك اطلع انت كمان. طب رحمة is 15 years old على بعضها صفة مركبة، ماشي. يعني انت زعلان ليه؟ عشان ما جابلكش الـ a وما جابلكش الاسم. لا كمان في حاجة مزعلاني، ان هو يا جماعة هنا ازاي تقول لي 15 year يعني صفة مركبة؟ يا جماعة الصفة لا تجمع، ما دام انت حكمت عليه انها صفه مركبه يبقى ما ينفعش نجمع فيها. طيب يبقى الاجابه كده رحمه اس ا، وادي الصفه المركبه الجميله وادي الاسم. طب مستر مش ينفع نعمل هايفنايه كده يا حبيبي؟ ما ينفعش نلزق الاسم في الصفه المركبه. يبقى دي الاجابه رقم دي. معلش اللي بعد كده، which of the following is correctly structured، ايه من دول معمول لها ترقيم سليم؟ اول واحده هي از ان اولد فاشند مان، او ان الصفه المركبه الجميله وبعدين اسم، دي مظبوطة. أنا لمحت A و C فهكمل بقى. He is an old fashioned man، دي غلط. ليه؟ old fashioned من الصفات اللي كده كده عايز هايفن، أكتب لك جنبها كلمة لازم، ما دام كتبت لك لازم يعني كده كده هايفن، سواء بعدها اسم أو من غير اسم. طب this man is old fashioned، يعني كده برضه صح، ما هو صفة مركبة مفيش بعدها اسم، أيوة ماليش دعوة، كده كده هايفن، يبقى خدنا E and C. هيجي واحد يقول لي طب أنت هنا مش المفروض تقول لي A الأول؟ ايوه، ما انت تقول ا وان وادي الصفه المركبه وبعدين اسم، ما جبتش الاسم ما تجيبش الا، يبقى كده معاك اي اند سي. جمله تانيه بيقول لك ايه من دول از بيست ستراكتشرد، اول واحده ويندوز 2003 از اوت اوف ديت، يعني ويندوز 2003 يعني قديم الموضه او كده. يعني انت عارف ان اوت اوف ديت من الصفات اللي لازم نعمل لها هايفن، يعني انت بعد اذنك اطلعي بره. طب دي عامل لي هايفن واحده وشال التانيه، استخسر، يبقى دي برضو غلط. طب هنا ويندوز 2003 از اوت اوف ديت، ادي هايفن وما عملش التانية، استخسر، اطلعي بره انت كمان. طيب باقي معاك واحدة. طيب الأخيرة طبعا يبقى رقم بي الإجابة الصح. طب مستر أنت جبتها منين؟ ما هو دي أصلا إحنا ما لناهاش في الكتاب. بص يا برنس الليالي، جهز لك أنا حاجة عشان تشوفها. بص لي هنا كده بس، هنستأذنك بس تركز معايا ثانية واحدة كده. بص يا باشا، شايف انت دي اول واحده اهي اوت اوف ديت هايفن وهايفن. طيب يا مستر لازم بعدها اسم، ادي جمله اهي this او the information in the tourist guide is already out of date في اخر الجمله وفيها هايفن وهايفن. طيب انا مش شايف يا مستر، معلش يعني ممكن توضحها لي؟ انا الاثنين يا باشا، ادي اهي اللي انا بتكلم عليها، دي واحده في اخر الجمله. طيب كمان واحده اهي an out of date passport، عامل لي هايفن وهايفن. ادي جمله طويله خالص في اخر الجمله اوت اوف ديت. المهم اللي عايزك تعرفه ان اوت اوف ديت من الناس اللي كده كده لازم فيها هايفن، فعشان كده احنا اخترنا مين فيها اتنين هايفن، يعني فعشان كده اخترنا رقم بي. بعد كده يا باشا 44، نو اذر ايجيبشن فوتبولر از از ويل نون از محمد صلاح، بقول لك مفيش لعيب فيك يا مصر، مفيش لعيب مصري مشهور زي محمد صلاح. هنا بقول لك محمد صلاح بيكون أكثر شهرة من اللعيبة التانيين، أه ما هو مفيش حد معروف زيه، يعني هو أكتر من الناس التانية. طب التانية بيتر نون يعني معروف أكتر، ما هو أنت عارف إن مور ويل نون أخت بيتر نون، فالاتنين دول صح. طب نيجي هنا،
محمد صلاح مش معروف زي الناس التانية، ده هو بيقول لك اكتر واحد مشهور يا راجل. يبقى انت كده معاك A and B الاتنين زي بعض. قبل اللي بعد كده، this dish الطبق ده doesn't have any fat، الطبق ده ما فيهوش اي دهون. معنى كده ان هو خالي من الدهون. كل واحده بقول لك this dish is free fat، لا هي اسمها fat free، فدي بره. طيب دي فري، this is a fat free dish، المفروض ان في هايفن. دايما fat free فيها هايفن، عيله فري دي فيها هايفن، smoke free اعمل هايفن سواء في اسم بعدها او من غير. طب fat free كده كده هايفن، يعني احنا نختار مين؟ رقم بي، this dish is fat free، يبقى رقم بي اللي صح. عيله فري يا جدعان فيها هايفن على طول، عيله مسيطره. 46 this is او this dish makes me feel I want to eat it، الطبق ده بيجعلني اشعر انني اريد ان اكله، اللي هو يعني الطبق المسيل للعاب زي ما اتفقنا قبل كده، اللي هو اسمه ماوث ووترنج، اللي هي رقم A، اللي هو ماوث ووترنج اللي كده كده فيها هايفن. طبعا كل الباقيين دول this dish is mouth watered، وهنا ماوث ووترنج dish ما عملش هايفن اصلا فكده باظت. this dish is water mouthed برضو بره اللعبه، هي اسمها ماوث ووترنج، يبقى كده رقم A. ايه من دول معمول صح؟ ابراهيم is left hand، لا متفقين اعضاء الجسم دايما بيكونوا في الماضي، فتقول ايه؟ جرين ايد، بلاك هيرد، ليفت هاندد، فدي بره. طب هاند ليفت دي برضو كده عكسها، هاند ليفت برضو عكسها، هي اسمها ليفت هاندد، يبقى كده انت معاك رقم سي اللي صح. خلصنا كده اعتقد، خلصت القاعده، احنا كده بفضل الله خلصنا الدرس الاول والثاني سريعا مع بعضهم في وقت قياسي. اتمنى انك تكون ماشي ومتابع. عايز اقول لك على حاجه كده سريعا سريعا، لا تقلق في الامتحان ما يقدرش يلعب على حاجه فيها شك، يا ترى هي فورمال ولا ان فورمال. جمد قلبك بس انت كده واعرف الصح من الغلط، عود نفسك كده. والله الصفه اخرها ال واي، الصفه المركبه فيها ظرف اخره ال واي، وبعدين جاب لي اسم فانا هعمل هايفن يا عم. طب ال واي بدون اسم فانا مش عامل لك هايفن يا سيدي. الحوار خلصان، ما تشغلش بالك بهذه المهاترات، احفظ بس اللي قدامك ان شاء الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.